لو ناوي تروح ماتشات في كاس الامم الافريقيه ففي قدامك شويه حاجات محظور عليك تماما تاخدها معاك: سيلفي ستيك، مفيش دخول لاي ازايز بلاستيكيه او زجاجيه من الاخر، وده يخلينا ناكد برضو ان ما ينفعش تاخد ولاعات. طبعا ممنوع دخول الشماريخ، وكمان ممنوع تاخد معاك باور بانك. ومعلش مش لازم نحط الليزر في عيون الحراس، ممنوع تاخد معاك اي ادوات ليزر. وطبعا ممنوع اي لافتات سياسيه او دينيه. ومش محتاجين نقول ان ممنوع تاخد معاك اي حيوانات اليفه او مش اليفه. لو مش هتاخد اي حاجه من دي يبقى اهلا بيك في كل ملاعب البطوله.